الجيش الوطني الشعبي. إن تنظيم هذه الأيام الإعلامية تندرج في إطار تعزيز الرابطة جيش أمة من خلال التواصل المباشر والمستمر مع كافة أطياف المجتمع المدني من أجل التعريف بالمهام النبيلة الموكلة للمديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع الوطني، والتي تلعب دوراً هاماً ومحورياً في مجال الإسناد اللوجستيكي لمختلف قواتنا المسلحة عبر كامل تراب القطر الجزائري الشاسع.